متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية في المملكة. تستمر حالة الانحباس المطري للأسف بأنها تبقى في المملكة والأجواء المستقرة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بعدة درجات، إلا أن درجات الحرارة الملموسة تنخفض من وقت إلى آخر بسبب ازدياد في نشاط سرعة الرياح الجنوبية الشرقية التي تزيد من الإحساس بالبرودة. هناك ظهور لبعض السحب والغيوم أحيانا المتوسطة والعالية، كما تميل الأجواء للدفء بشكل عام في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. في العاصمة عمان اليوم الأجواء تكون بوجه عام غالبا صافية في ساعات النهار، درجة الحرارة العظمى 17 درجة مئوية وهي أعلى من معدلاتها المعتادة في هذا الوقت من العام. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدن ومحافظات المملكة للنهار هذا اليوم والصغرى الليلة القادمة. نبدأها شمالا من إربد من 21 إلى 11 درجة مئوية، جرج 17 إلى 10، المفرق 17 إلى 7، وفي عجلون من 18 إلى 10 درجات مئوية. المناطق الوسطى عمان 17-8، السلط 19-12، مأدبة 18-7. لاحظوا معي البحر ميت 25 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما الصغرى 14 درجة مئوية وتكون في الزرقاء من 17 إلى 7 درجات مئوية. جنوبا في الكرك 16-7، طفيلة 16-11، معان 18 إلى 5 درجات مئوية، الشرام من 15 إلى 8، وفي العقبة ترتفع العظمى إلى 22 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تكون الصغرى ليلا 14 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة رويشة 18-4، صفاوي 18-4، وفي الأزرق 19 إلى 6 درجات مئوية. بالرغم من هذه الأجواء المستقرة، لأن الأجواء في ساعات الليل تكون باردة في بعض المناطق وربما تتحول إلى تصبح شديدة البرودة في ساعات متأخرة من ليلة الخميس على الجمعة. هذا كانكم لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا اليوم. للمزيد يمكنكم متابعتنا عبر وسائل ووسائط طقس العرب المختلفة، إما على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق طقس العرب، وحتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، إلى اللقاء.